هناك بعض الدول وبعض رؤساء الحكومات الذين يدعمون حفتر مرة أخرى، وأؤكد وأكرر لهم أن ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin لا يمكن لنا أن ندعم شخصية حاولت أن تهدم اللحمة الاجتماعية في ليبيا، ولا يمكن أن يكون هناك جلوس على طاولة حوار واحدة، وهذا الشخص هو الذي قام بتمزيق النسيج الاجتماعي، والتاريخ سيكون كفيلا بمحاكمة هذا الشخص الانقلابي. النجاحات التي حققتها الحكومة الشرعية برئاسة السراج نقدر ونثمن ما قاموا من نجاحات وجهود بناء على إعادة الاستقرار في ليبيا.